أول شيء أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله، ولحكام دولة الإمارات ولقيادة دولة الإمارات وشعبها ولكل المقيمين على أرضها الطيبة، وأهنيهم بهذا اليوم، اليوم اللي يمثل علامة فارقة في تاريخ الإمارات، علامة فارقة لدى كل إماراتي، يمثل فخر لنا وأيضا هي أمانة في ذات الوقت على إكمال المسيرة وأن نمضي على خطى الشيخ زايد طيب الله ثراه. اليوم أنتم تشوفون عدد كبير من المشاركين واللي حضروا من الجانب المصري وأخواننا أيضا من الدول الشقيقة والصديقة يشاركون في فرحتنا في هذا الأمر، وهذا أمر بالنسبة لنا يعني كلمات لا ما توصفه. يمكن عدد الكبير ما شاء الله من الوزراء اللي شاركوا في هذا الإيفنت يمثل مدى عمق العلاقات بين الإمارات ومصر.